طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الساعة 7 إذن بتوقيت القدس، نبدأ من جديد اللقاء الثالث ضمن سلسلة مدخل عام إلى الجغرافيا السياسية. طبعا برجاء أي حدا بدخل إذا في أي ملاحظة بخصوص الصوت أو أي شيء، يعني ممكن أكيد يسجلها. تمام، نبدأ إذن المحاضرة الثالثة. المحاضرة الأولى والثانية انتهينا فيهم، بداية عرفنا بشكل عام بالعلم وتناولنا المستوى الداخلي فيما يتعلق بتأثير الجغرافيا على السياسة، ثم تطرقنا إلى المستوى الخارجي وقسمناه إلى جزئين، جزء تعلق أكثر في المساحة والحدود وجزء تعلق في الموقع اللي استفضنا فيه شوي وفصلنا فيه في اللقاء الماضي. ثم في اللقاء الماضي أيضا تطرقنا إلى علم آخر قريب جدا ومتقاطع ومستند إلى الجغرافيا السياسية، وهو علم الجيوستراتيجيا. الآن حقيقة في البعض سأل في المرات الماضية ربما إنه بدنا نعرف أكثر عن أسماء أو عن منظرين أو عن مفكرين، والبعض يعني كان يطرح بعض الأسماء ويتساءل فيما إذا كانت هذه الأسماء يعني ينطبق عليها القول بأنها من القول بأنها من علماء هذا العلم أو المفكرين أو الأسماء البارزة فيه. طبعا نحن الآن يعني راح نتناول بعض الأسماء وراح نتناول بعض النظريات وبالأخص بعض التطبيقات والنماذج. بعض التطبيقات والنماذج ربما نستفيد أكثر في جانب متعلق في إلو بالجيو استراتيجيا، ولكن كله يعني راح يكون مكمل لبعضه وراح يكون شارح لبعضه. وإحنا مش هنحكي على مستوى الأول اللي كنا نحكي فيه اللي هي شرح العناصر الجغرافية وكيفية تأثيرها، إحنا هنحكي أكثر هلأ نماذج وتطبيقات يتبين من خلالها كيفية العمل والاستناد إلى الجغرافيا السياسية على هذا المستوى. الآن بالنسبة لأبرز المنظرين، راح نذكر الآن 3 منظرين أساسيين مؤسسين، يعني خلينا نحكي هم ظهروا في النصف الأول من القرن العشرين. في النصف الأول من القرن العشرين، والأسماء الثلاثة هي بداية الألماني فريدريك راتزل، وهو يعتبر بمثابة الأب والمؤسس الأول للجغرافيا السياسية. فريدريك راتزل هو ألماني وتوفى عام 1904، بمعنى في مطلع القرن، والبعض بيشوفه كمؤسس لهذا العلم كما ذكرنا. فريدريك راتزل جاء بشيء اسمه جغرافيا سياسية بيولوجية. ما المقصود بهذه الجغرافيا السياسية البيولوجية؟ ببساطة إنه هذه هو كان متأثر في بعض المذاهب المنتشرة آنذاك، وبالتحديد الداروينية الاجتماعية ومع هربرت سبنسر، واللي هو أصلا متأثر بالداروينية نسبة إلى داروين، وتأثر بالأفكار الحتمية والأفكار البيولوجية. فصارت عنده فكرة أنه أيضا الدولة هي كائن حي، والدولة هي كائن بيولوجي بمعنى أنه يكبر ويصغر. وهنا إذا بتذكروا لما حكينا عن نقطة المساحة وحكينا على نقطة أنه المساحة الثابتة فيما يتعلق في الدول المثبتة الحدود، ولكن في تلك الفترة يعني في فترة مثل نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 كان لا يزال هذا المبدأ غير معمول به تماما، وبالتالي كانت فكرة إنه الدولة تكبر وتصغر المقصود فيها الكبر والصغر من حيث المساحة تحديدا. وكان فريدريك راتزل يربط هذا الشيء بحاجات الدولة، يعني مثلا هذه الدولة لها موارد معينة، نفترض أو لنقل أنها نضبت أو أصبحت بحاجة لموارد جديدة، فحسب فريدريك راتزل إنه يجب أن تتوسع، مثلا عدد سكانها زادوا وبالتالي المقدرات لن تكفي. يعني احنا الان مثلا كل العالم مبني بحكي لك انه
الدولة الفلانية خلاص يعني مقدراتها هيك محدودة، قدرها أن تبقى في معاناة اقتصادية أبدية. هذه فكرة بتلاقيها رائجة عن كثير من الدول في عالم اليوم. في زمن فريدريك راتزل لا، حكى أبدا الدولة هذه خلاص كبرت، احتاجت زادت احتياجاتها، يعني لها أن تتوسع ولها أن، وهنا طبيعة العصر اللي كان فيه موجود راتزل اللي هو عصر استعماري. وهنا شفنا نماذج مثلا مثل بلجيكا ومثل هولندا، كانت دول صغيرة آنذاك في ذلك الوقت، دول محدودة المساحة كما هي مساحتها اليوم، ولكنها مع ذلك مثل ما ذكرنا مثلا دولة مثل هولندا كانت محتلة أجزاء واسعة من مناطق آسيا مثل إندونيسيا أضعاف مساحتها، وأيضا بلجيكا بتلاقي أنه محتلة أيضا أجزاء واسعة في القارة الإفريقية. الحقيقة مثل هذه النظرية غير أنها كانت هي من بداية النظريات، هي اشتهرت وانعرفت أكثر بسبب تأثر الحزب الألماني الاشتراكي الوطني اللي هو الحزب النازي فيها. طبعا هي نظرية استعمارية صريحة لا شك. عندما نقف مثلا مع كتاب كفاحي لهتلر الذي يعني كتبه في العشرينيات القرن العشرين، نجده متأثر تماما بهذه النظرية، وهي نظرية ألمانية طبعا، وبفصل وبحكي فيها بالفكرة هاي، وبحكي بالفعل إنه هولندا مثلا دولة بالفعل احتياجاتها تزداد بحاجة للتوسع، وهو يدعو أيضا كذلك إلى توسع ألمانيا. وهذا هو بالفعل من قام عليه فكرة مبدأ الرايخ الثالث بعد تأسيسه بعد وصول الحزب النازي عام 1933. فهذه النظرية الجغرافيا السياسية البيولوجية لفريدريك راتزل، وهذه تطبيقها وترجمتها في العالم في القرن الماضي، وبالتالي الألمان استندوا لها بفكرة التوسع حسب بسبب أنه حاجاتنا حاجات أمتنا تستوجب هذا التوسع. طبعا هذا مثلا كان أول واحد. وإذا نشوف هنا عم نحكي عن تنظير يستند إلى الجغرافيا، واستند هنا تحديدا إلى مبدأ صريح وواضح وهو فكرة التوسع. الآن اشتهر أيضا منظر آخر من تلك الفترة وفترة يعني بداية القرن العشرين إلى حد خلينا نحكي الحرب العالمية الأولى، وهو الأمريكي ألفريد ماهان. ماهان أصلا كان هو ضابط، هو عالم جغرافيا وجغرافيا سياسية، ولكن أصلا هو أيضا كان ضابط في البحرية الأمريكية. طبعا تأثر في عمله وتأثر بأفكاره أنه ركز على البحار، وفي ذلك الوقت كان جزء كبير من الصراع العالمي في فترة مثلا القرن التاسع عشر كان يستند إلى فكرة السيطرة على البحار، وكان أساس الصراع أو خلينا نحكي أساس الإمبراطورية البريطانية كان سيطرتها على البحار وقوتها في البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. وأصلا يعني هذا النوع من التفكير السيطرة على البحار وتأثيره على القوى العالمية ممكن نجد بدايات له من فترة القرن السادس عشر مع سيطرة الأساطيل البرتغالية على مناطق واسعة من محيط الأطلس والهندي، وكذلك الإسبانية على مناطق أخرى واسعة من المحيط الأطلسي. وبالتالي هذا التفكير كان ظل متأثر وظل يتصاعد، وفي القرن التاسع عشر بلغ تنافس ذروته على الطرق التجارية العالمية البحرية ما بين بريطانيا تحديدا وما بين فرنسا. وفي هذا السياق بدأ يفكر ألفريد ماهان، وكانت فكرته الأساسية كمنظر جغرافي سياسي عم نذكره إحنا الآن، كانت فكرته الأساسية أنه من يسيطر على البحار ومن يمتلك البحار ويسيطر على البحار هم فإنه سوف يسيطر على العالم. وطبعا كان يتحدث عن الموقع الجغرافي البحري للولايات المتحدة، واعتبر موقع مميز كونها مطلة على محيطين، وكونها يعني هذا الموقع أيضا مطيح حصانة وما إلى ذلك. إذا هذا ألفريد ماهان المنظر الثاني معنا من آباء خلينا نحكي التنظير. هذول الناس أول ناس فكرت تعطي نظريات جغرافية سياسية كبرى عامة، تعطي أفكار كبرى خلينا نحكي. المنظر الثالث من الثلاثة المؤسسين أو البارزين في النصف الأول من القرن العشرين كان هو الإنجليزي هالفورد ماكندر، واللي هو توفى مع نهاية الحرب العالمية الثانية وبعدها بقليل عام 1947. وماكندر
أو عفواً نعم ماكندر كان متأثر أيضاً بمناخ بأجواء الحرب العالمية الثانية والصراع بدايات الصراع في الثلاثينيات، وكانت فكرته الأساسية فكرة قلب الأرض أو تسمى أيضاً نظرية قلب الأرض. وهذه النظرية كانت ببساطة أنه في منطقة قلب الأرض اللي هي تحديداً أوروبا وجزء من يعني جزء من آسيا، منطقة أوراسيا، و كان بالنسبة لماكندر أنه يكفي السيطرة على هذا الجزء، وبالتالي من يسيطر هنا على منطقة قلب الأرض وتحديدا منطقة يعني شرق أوروبا وغرب آسيا وغرب روسيا اليوم فإنه سوف يسيطر على الأرض. وهنا وحتى في صراع الحرب العالمية الثانية يعني النموذج النازي في التوسع اللي بدأ بالسيطرة على أوروبا وإطباق السيطرة عليها، فكانت كان بيشوف ماكندر انه بالفعل ان هم عم بيتجهوا يحققوا لهذا الشيء. طبعا وهو ايضا في تصدي له، تصدي بريطانيا له اللي هي دولته، كان بفكر انه يجب احنا نوقف هذا الشيء، لانه اذا بالفعل تمكنوا النازيين من السيطره على قلب الارض اللي هو اوروبا فانهم بالتالي ايضا سيطروا على كوكب الارض بالكامل. هذه كتعريفات بسيطه في جملتين لكل من هؤلاء المفكرين الثلاث، راتزل وماهان وماكندر، وهذول اصبحوا الان يعني بمثابه المؤسسين والبادئين في باب هذا العلم وفي باب الجغرافيا السياسيه. الان انا لن نبقى احنا في اطار النظريات والتنظير، وفي كثير في بعض المفكرين خلينا نحكي راح اذكرهم لكن في اطار التطبيقات والنماذج. ايضا من اللي اشتهروا خلينا نحكي في فتره متاخره انهم نظروا في الجغرافيا السياسيه وعلى مستوى الجغرافيا الاستراتيجيه والجيوستراتيجيه، ولو انه ما كانش اختصاصهم فقط بشكل مباشر الجغرافيا السياسيه، في عنا ثلاث اسماء كبيره متاخره ومنهم من لا يزال حيا تحديدا فيما يتعلق في مستوى السياسي. خلينا نحكي على المستوى العالمي، ظهر اسم بداية فرانسيس فوكاياما الأمريكي من أصل ياباني في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، فترة نهاية الحرب الباردة أيضا، اللي هو تحدث عن أطروحة نهاية التاريخ والإنسان الأخير. هل هذه الأطروحة البعض ربما يشوفها في سياق فكر سياسي، في سياق نظم سياسية، في سياق اقتصادي، ولكن أيضا هي كانت في أحد جوانبها عم تطرح نظرية على مستوى جغرافي سياسي وعلى مستوى جيوستراتيجي وعلى مستوى السياسة على كوكب الأرض، لأنه كانت في أحد جوانبها عم بشوف وعم بؤمن أنه في نموذج سياسي معين اللي هو نموذج الديمقراطية الليبرالية بحسب فرانسيس فوكاياما، هو النموذج النهائي في تطور الأيديولوجيا للإنسان، وهو بيشوف انه هذا النموذج سوف يتعمم حتميا. لما نحكي عن تعمم النموذج، تعمم حتمي لنموذج وعولمة لهذا النموذج على كل المستويات السياسية والاقتصادية، فإحنا أيضا هنا عم نحكي عن نوع من الحسم على مستوى نظام سياسي جغرافي على مستوى كوكب الأرض. وبالتالي فإنه كانت أحد في أوجهها نظرية فرانسيس فوكياما احتملت بعد جغرافي سياسي. بالمقابل ايضا الامريكي الاخر اللي هو صامويل هانتينغتون، واللي يعني قدم رد خلينا نحكي استجابه لفرانسيس فوكياما في عام 1993 وفي اطروحته صدام الحضارات، وتحدث عن انه في اشكال جديده من الصدمات والصراعات اللي حتكون على اساس اختلاف الحضارات والثقافات. ايضا نظريته رؤيت في مساقات عديده وكان في استجابات مختلفه لها على صعيد فكري وغيره، ولكن فيما يتعلق لانه عم بتحدث عن صراع على المستوى العالمي، عم بتحدث عن مستوى صراع على المستوى العالمي، وعم بقسم اصلا هانتينغتون جغرافيا الارض الى حضارات، فهو بالتالي عم بيعطي تقسيمات جغرافيه بالنهايه، وعم بتحدث عن صراع ما بين هذه النطاقات الجغرافيه على الأساس طبعاً اللي هو بيعتقد فيه. فهذه النظريات أيضاً يعني صنفت واعتبرت ويمكن قراءتها ضمن نظريات على مستوى الجغرافيا السياسية في بعض أوجهها يعني. ومن آخر المنظرين الكبار أيضاً يبرز اسم إيمانويل وولرشتاين،
اللي توفى في هذا العام في العام 2019، اللي تحدث أيضا عن شيء اسمه النظام العالمي ونظرية كاملة النظام العالمي، وهي نظرية أيضا ترد في ضمن نظريات خلينا نحكي الاقتصاد الدولي، وأيضا ترد ضمن نظريات تتعلق بالعلاقات الدولية، وأيضا ترد أيضا ضمن نظريات الجغرافيا السياسية. وهو بتحدث فيها بالأساس عن وجود ثلاث نطاقات في المستوى العام والمستوى العالمي فيما يتعلق في علاقات الهيمنة والاستغلال. المركز، وهو يعني المركز ليس مفهوم جغرافي بالأساس بالنسبة له، وإنما مفهوم اقتصادي بالدرجة الأولى، وثم أشباه الأطراف، وبعد ذلك تأتي الأطراف. وهو أساس التقسيم عنده لوالرشتاين هو تقسيم بتعلق في الاقتصاد في الإنتاج، وبتعلق أيضا في مين الدول المستفيدة من العملية الاقتصادية العالمية، وين بتتركز الثروات وبتتركز العوائد الكبرى والعظمى على المستوى العالمي، وأين بيكون الناس في تركز أقل، وين بيكون أيضا الناس هم أقرب يعني لعمال وبلقوا أجور أبسط بسيطة مقابل جهد كبير، وبالتالي هم بيكونوا عرضة لاستغلال في هذا النظام العالمي. فهذه نظرية لوولرشتاين، وأيضا تمت قراءتها وتصنيفها ضمن نظريات جغرافيا سياسية. الآن البعض طبعا سأل أو تساءل أو حد بيحكي أنه بدنا منظر عربي أو في منظر عربي، أكيد لا شك. وفي بعض الأحيان الجغرافيا السياسية هي بتكون عبارة عن أقرب لمنهج، وبالتالي يعني قد تجد كثير من الأسماء اللي طبقوا هذه النظريات وهذه وكمنهج وخرجوا في أبحاث محددة، ولكن أيضا يبرز اسم مفكر المصري دائما جمال حمدان اللي هو توفى سنة 93. حقيقة جمال حمدان اسم مهم، ولو أنه ما أعتقد أنه أو ما مريت على أنه هو قدم نظرية على مستوى عالمي أو على مستوى دولي، وإنما اشتهر بدراساته بشكل خاص عن المعروفة بشخصية مصر، وهو كتاب كبير من 4 مجلدات معنون بشخصية مصر دراسة في عبقرية المكان. وفي بعض أجزاءه بتناول لتحليل لشخصية مصر السياسية عبر العصور، وبصراحة هو كتاب مهم ونموذج مهم، ربما يعني من الجيد أنه ممكن قد يكون نموذج جيد لكتب تتعلق أيضا بالجغرافيا السياسية، في حال طبعا بعد تجاوز الكتب المدخلية والمقدمات. الآن جمال حمدان تحليل شخصية مصر السياسية عبر العصور بكل بتحليله كتير استند بالأساس إلى الجغرافيا، وتسميته تسمية مصر شخصية مصر السياسية، فهو عم بيعطي رقعة جغرافية شخصية سياسية وعم بيحللها بالطبع على أساس الجغرافي. طبعا هو بتناول فكرة انه كيف تحولت مصر من اول امبراطورية في التاريخ الى اطول مستعمرة عرفها العالم، وبتحدث عن شيء مهم جمال حمدان في هذا السياق، هو بسميه مفاتيح مصر استراتيجية، بيحكي عن مناطق معينة وبيحكي مناطق جغرافية معينة كيف هي مناطق مفتاح استراتيجي، وفي دراسة كاملة بتناول فيها بخصصها فقط لسيناء. وبنتذكر في المرة الماضية تناولنا سيناء، حكينا عنها عدة نقاط وحكينا عن أهميتها بالنسبة لبريطانيا وبالنسبة للإمبراطورية البريطانية. فجمال حمدان بفصل، ولاحظ هنا كيف منطقة معينة من الدولة أعطاها اسم خاص، يعني قد تكون منطقة معينة من الدولة هي بمثابة بالفعل المنطقة الاستراتيجية، أو كما سماها هون جمال حمدان المفتاح الاستراتيجي لها. وفصلنا المرة الماضية في أهمية قناة السويس على عدة مستويات، وحتى شرحنا كيف ارتباطها بأحداث أخرى خارج مصر مثل إصدار وعد بلفور وما إلى ذلك. الحقيقة أنا يعني بالنسبة لي ما بفضل أنه فقط يعني نمضي وقت في عرض منظرين وسرد أسماء، وهذا كان منهج من البداية. أنا من البداية كنت حابب نتجنب ذكر يعني خلينا نحكي التعاريف فقط، أو أنه ذكر وقال المفكر فلاني وأشار المفكر فلاني. أنا يعني فضلت أنه نذهب للمعنى ونذهب للمعاني والمقصود من المسائل ومن الظواهر أكثر، ويكون الفهم منها من خلال هذا الطريقة، وليس أنه نقعد نذكر أسماء كأنه هو عبارة عن حفظ.
فلذلك هلأ حتى في الجزء الآخر في هذه المحاضرة رح نتناول أكثر تطبيقات ونماذج. هلأ أثناء عدد تطبيقات ونماذج رح تمر فينا ومعنا بعض الأسماء. طبعاً تطبيقات والنماذج هون مش يعني بشكل مباشر على أفكار ونظريات بالضرورة، وإنما على خلينا نحكي سياسات دول. رح نحكي على مستويين، في دول كبرى وفي دول إقليمية. وطبعاً هون يعني رح نرجع للنقطة اللي حكيناها المرة الماضية، واللي هي كانت إنه موضوع الجيوستراتيجي تحديداً، لأنه هذه التطبيقات والنماذج هي بالتحديد على الجيوستراتيجي. ورح نتناول تحديداً هذه النماذج وهذه التطبيقات على الجيوستراتيجيا كسياسات ومشاريع سياسية لدول سواء كبرى أو إقليمية. رح نبدأ صراحة في الولايات المتحدة الأمريكية. في المرة الماضية ربما تعرضنا لبعض الأمثلة على أهمية الجيوستراتيجيا ومدى تأثيرها، وذكرنا أنه فكرة بعض الأحيان تقاطع ما بين الغطاء الأيديولوجي والخطابي وما بين علاقته في المصالح الجيوستراتيجية والجغرافية، أشرنا لبعض الأمثلة راح نعيد ذكر بعضها هون، راح نتطرق لها وراح نتطرق أيضا لأمثلة أخرى. راح نبدأ الآن مع الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية و بعض التوجهات اللي كانت جيوستراتيجية بالنسبة لها. طبعا الولايات المتحدة أكيد تاريخها سياسي طويل، وبفترات معينة كان عندها مبدأ شيء اسمه سياسي، مثلا زي مبدأ الرئيس مونرو مثلا في بداية القرن العشرين كان موجود، واللي هو يعني عدم التدخل في شأن الأمريكيتين، وكانت بشكل عام توجهها إلى عدم التدخل أيضا هي في العالم الآخر وخارج نطاق القارتين الأمريكيتين. ولكن طبعا بعد التدخل في الحرب العالمية الأولى بدأ هذا الشيء يتبدد، وبعد أيضا الدخول في الحرب العالمية الثانية بدأ تصاغ خلينا نحكي سياسة أمريكية على مستوى العالمي ومستوى جيوستراتيجي، وهذا كان له أسباب كثيرة. جزء منها مشاركة مثل ما حكينا الواسعة في الحرب العالمية الثانية، وأيضا جزء منها إضعاف وإنهاك قوى أوروبا اللي كانت عم بتقود العملية طوال قرون سابقة منذ يعني فجر العصور الحديثة، وأيضا عوامل أخرى مثل وجود قوة وكتلة مثل الاتحاد السوفيتي، وكانت خرجت قوية أيضا هي الأخرى على خلاف أوروبا من الحرب العالمية الثانية، وهنا برز أيضا في مشروع توسع ومشروع نفوذ كان سوفيتي آنذاك. بالتالي برز هون في هذا الإطار، وفي إطار أنه في مناطق فارغة جغرافيا فارغة من حيث القوى، من ناحية القوى هون عم نحكي عن جغرافيا سياسية، وفي قوى أخرى مستعدة للتمدد في مناطق الفراغ هذه. هنا برز بلش يتكون تفكير جيوستراتيجي أمريكي في فترة مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وبدأ هذا التفكير ينشأ مع موظف في وزارة الخارجية الأمريكية وعمل في فترة في دول مختلفة في أوروبا اسمه جورج كينان، ويلقب أيضا بمهندس الحرب الباردة، وهو الذي طور ودعا في رسائل وبرقياته وطور عبرها ما أصبح اسمه نظرية الاحتواء، نظرية الاحتواء للاتحاد السوفيتي، واللي كانت فكرتها ضرورة تعزيز وجود الولايات المتحدة الأمريكية بمختلف الأشكال الاقتصادية والسياسية والعسكرية في المناطق اللي كان الاتحاد السوفيتي عم بسعى للتوسع إلها في تلك الفترة، في فترة حكم ستالين في الأربعينات، واللي كان طبعا الاتحاد السوفيتي كما ذكرنا بعض الأحيان بيقدم توسع في غطاء أممي شيوعي على سبيل المثال. طبعا هنا اجت نظرية الاحتواء وبلشت تطبيقاتها مباشرة مثل مشروع مارشال، مثل مشروع مارشال اللي اجى في عام 1947 بدأ لدعم وضخ الأموال الأمريكية والاستثمارات الأمريكية في اقتصادات دول أوروبا، ومشاريع سلسلة من مشاريع إعادة الإعمار.
واللي اعطت وربطت الاقتصادات هاي بالولايات المتحده واعطت ايضا نفوذ للولايات المتحده. ثم جاء مشروع الاهم المشروع العسكري تاسيس حلف الناتو وبدايه انتشاره ودخول انخراط الدول المتعدده فيه. وكانت كل دوله تدخل بحلف الناتو هذا الحلف العسكري في الاساس تعتبر انه هي خرجت وتامنت وتحصنت وراحت على المعسكر الغربي وتامنت من الوقوع والانضمام والذهاب إلى المعسكر الشرقي. طبعا مثل ما نبهنا أيضا في المرة الماضية اللي هو الدور الاستراتيجي والجيوستراتيجي للأحلاف العسكري، بنشوف هنا النموذج الأوضح دائما هو نموذج حلف الناتو. طبعا مباشرة الرؤساء التاليين للرئيس فرانكلين روزفلت ما بعد بداية فترة السياسة الأمريكية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والجزء الأول من الحرب الباردة وهو الجزء الأكثر سخونة حتى عام 1962 نجد الرئيس هاري ترومان ثم الرئيس دوايت آيزنهاور. طبعا مباشرة أيضا ترومان باشر واستأنف موضوع نظرية الاحتواء ونقلها إلى حيز خلينا نحكي التطبيق والعمل كخطط على الأرض. طبعا ترجمت مشروعه لمشروع مبدأ ترومان، ظهر مبدأ ترومان اللي هو بأكد أيضا على احتواء وكبح تمدد الكتلة الشرقية وبالتحديد نحو مناطق اللي تتعلق خارج غرب أوروبا بما في ذلك مناطق مثل الشرق الأوسط. وعلى هذا الأساس جاء ضم تركيا واليونان لحلف الناتو سنة 52، وأيضا على هذا الأساس أيضا حتى جاء التدخل في بعض المناطق في إيران مثلا في عام 53. وبهذا الشكل بدأت يعني يتم ترجمة نظرية الاحتواء. وعلى مستوى الشرق الأوسط أيضا بلش يتبلور في تفكير عند هاري ترومان مثل خلق أنظمة تأخذ طابع حكم عسكري خلينا نحكي اللي هي تواجه وجود أنظمة اشتراكية موالية أو متقاربة مع الاتحاد السوفيتي. ونجد هون مثلا في سوريا دعم وتخطيط انقلاب حسني الزعيم عام 49، وأيضا محاولات للتقارب مع ثورة 52 في مصر. هذا كله كان في إطار نظرية الاحتواء اللي هو قدمها وبلورها جورج كينان الموظف في وزارة الخارجية الأمريكية، وهو أيضا يعني يعتبر مفكر ومهم وكتب كثيرا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية. إذن هذه كانت كلها فيما يتعلق بالولايات المتحدة في بداية فترة الحرب الباردة. ثم بعد ذلك في فترة آيزنهاور أيضا واصل وتابع نفس المشروع ونفس فكرة تأسيس الأحلاف، وقدم فكرة تأسيس أحلاف أخرى وليس فقط حلف الناتو لم يتم الاكتفاء به. وجاء مشروع المشهور مشروع حلف السينتو واللي عرف أيضا بمشروع حلف بغداد عام 55، وضم دول عدة من تركيا لإيران لباكستان للعراق، وكان في مساعي أنه يضم دول أخرى. وكان أيضا آيزنهاور يروج لنظرية اسمها نظرية الفراغ في الشرق الأوسط، وهي نظرية مثل ما حكينا أساس فكرة الاحتواء، يعني نظرية الاحتواء الأمريكية كانت فكرة أن في فراغ في العالم وفراغ مهيأ إلى أن يتم احتلاله من قبل القوة والنفوذ السوفيتي تحديدا. فروج في فكرة أنه في فراغ، وروج لمبدأ اسم مبدأ سد الفراغ، وهو المعروف أيضا في مبدأ آيزنهاور. طبعا كان موقفه واضح فيما يتعلق بالعدوان الثلاثي عام 56 في ضد التدخل البريطاني والفرنسي من أجل أنه يعني ينهي نفوذ هذول القوتين بشكل علني ويقدم أمريكا كبديل عنهم. وطبعا جاءت بناء على هذا الأساس مثلا نجد في عام 58 تدخل للبحرية الأمريكية في ضد الثورة آنذاك في لبنان، ونجد حتى يعني حتى اللي بده يرجع يقرا بتلك الفتره يعني احنا مهم نفهم مستوى يعني التخطيط والنظريات والتوجهات على المستوى الجيوستراتيجي الكبير
بعد ذلك حتى لو شخص حيدخل بأحداث معينة أكيد رح يكون فاهم كل هذه السياقات. يعني مثلا حتى لو شفت انقلاب مثل انقلاب 63 في العراق رح نفهم هو في إطار إزاحة لحكم تقارب مع الشيوعية وتقارب مع الاتحاد السوفيتي وحكم عبد الكريم قاسم آنذاك ودعم لحكم آخر عسكري حاولت خلينا نحكي أو سعت ما هنحكي بإثباتات الآن الولايات المتحدة إلى أن يكون يعني على الأقل أن يكون ينأى عن نفوذ السوفيتي. هذا كله فيما يتعلق بالولايات المتحدة واستراتيجيتها على في الحرب في فترة الحرب الباردة. أيضا من أهم الفترات في فترة الحرب الباردة هي الجزء الأخير منها وفترة الثمانينيات وفترة تحديدا رئاسة الرئيس رونالد ريغان اللي كان حاكم الولايات المتحدة من 81 إلى 89. اشتهر مثلا ريغان بوصف شهير وصف فيه الاتحاد السوفيتي اللي هو أنه عندما وصفها بإمبراطورية الشر، وعلى هذا الأساس يعني هو صاغ المواجهة والصراع مع الاتحاد السوفيتي على أساس أنه هو وصفها بإمبراطورية الشر. يعني شوف حتى كيف الصراع هنا أخذ حتى طابع وأوصاف خلينا نحكي لها بعد ديني حتى أنه هو صراع خير وشر أشبه بذلك. وطبعا بهذا الإطار أيضا كان برز منظرين مثل بيرجينسكي واللي وظف حتى أدوات بمستوى الصراع على هذا المستوى مثل ما شفنا مثلا في حرب أفغانستان وفكرته بتوظيف فكرة الجهاد لصالح الولايات المتحدة. وهون في شغلة ثانية أيضا فيما يتعلق في التقاطع ما بين الإيديولوجيا والأفكار وما بين الجيوستراتيجيا، وهذه اشتغلت عليها الولايات المتحدة من بداية الحرب الباردة اللي هي فكرة الاتحاد السوفيتي الشيوعي الملحد وفكرة الدولة المؤمنة اللي هي الولايات المتحدة كانت تقدم حالها كدولة مؤمنة وكانت تنشر في داخلها وخارجها كثير كتب اللي هي ذات البعد المسيحي وذات البعد المؤمن فلنقل، وكانت كثير تأسس لفكرة محاربة الإلحاد. وطبعا هذا بشكل عام ترجم في كثير دول ايضا، يعني في داخل الولايات المتحده تبنت شيء اسمه المكارثيه لمحاربه الشيوعيه، وفي خارجها ايضا كثير دول طبقت قوانين تسمى بهذا الاسم قانون مكافحه الشيوعيه واللي كانت تقاطعت في كثير من الاحيان مع فكره محاربه الالحاد. وبالتالي ايضا حتى في فتره الثمانينيات يعني كان كنموذج ومثال قدم الجهاد في افغانستان باعتباره حاله محاربه لدولة كافرة مثلا خلينا نقول. وهون شوف كيف مرة أخرى الصراع اللي هو في أساسه جيوستراتيجي اقتصادي سياسي كيف تم تغطيته في مثل هذه الخطابات. هذه كانت يعني الفكرة الأساسية من ذكر هذا المثال. على الصعيد المقابل لو أخذنا مثلا نماذج من الاتحاد السوفيتي و مخططاته واستراتيجياته في فترة الحرب الباردة، ذكرنا كيف هو كانت فكرته دعم الأحزاب والثورات الشيوعية والاشتراكية والأمثلة طبعا عديدة على دعم هذه الثورات والتقارب مع الأنظمة الشيوعية واليسارية بالعموم كما ذكرنا في المرة الماضية. وثم ايضا يعني حصل نوع من التحول عندما شعر انه مبدا نشر الشيوعي ليس هو الاساس في فتره خروتشوف، حصل نوع من التحول وظهرت فكره اخرى بديله مثل فكره دعم حركات التحرر اللي هي بلشت في فتره خروتشوف مع موقف الشهير ايضا برفضه للعدوان الثلاثي، ومن ثم ايضا اسناده للفيتنام الشماليه في حرب الفيتنام. ايضا بدنا نواصل يعني في النماذج وتحولات هذه النماذج. يعني ذكرنا الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي في مستوى الحرب البارده كيف النظريات صاغوها للتمدد والتوسع على الصعيد الجيوستراتيجي. لو تناولنا ايضا ذات الدولتين كنموذجين على مستوى فتره ما بعد الحرب البارده مهم كثير نتناولهم لانه اختلفت أكيد طبيعة الصراع واختلفت أساساته إلى حد ما مش بالمطلق.
وبالتالي خلينا نشوف كيف تم إعادة صياغة الخطاب وصياغة الاستراتيجيات. بدأت فترة ما بعد الحرب الباردة مع طبعاً مع انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91 في فترة الرئيس جورج بوش الأب، وبدأت في صورة اللي هي كانت ببساطة مشهد قيادة الولايات المتحدة للتحالف الدولي آنذاك في عام 1991 في الحرب على العراق بعد غزوها الكويت. وبدأت أمريكا وهي بتقود التحالف بدأت تظهر في دور جديد اللي هو دور شرطي العالم. وهنا طبعا بلغت حالة فكرة القطب الواحد ذروتها. بعد ذلك بعد نهاية الحرب توقف العملية العسكرية في حرب عام 91 فترة كلينتون ظهر أيضا مصطلحات ومسميات جديدة. ظهر استثمار ذات المصطلح اللي قدمه ريغن لما وصف الاتحاد السوفيتي بين أمبراطورية الشرق، ظهر مصطلح الدول المارقة. وفكرة الدول المارقة أيضا هي يعني دول شريرة اللي هي دول كانت على خلاف ومع المصالح الولايات المتحدة. ولكن الولايات المتحدة هنا دائما تريد أن تصوغ إطار تضع فيه هذه الدول، تصوغ نظرية. يعني مش هتيجي تحكي انه في ثلاث دول سيئة، ما كانت تتجه لهذا الاتجاه، انما ربما في وقت فترة لاحقة حالية خلينا نحكي اصبح عند هذا الشيء، بطلت في اللغة الصريحة والواضحة مصاغة في اطار ايديولوجي. ولكن الى فترة ما ربما الى فترة نهاية حكم رئيس بوش الابن كانت اعتادت الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة وبدايتها على وضع وصياغة الصراع في إطار وصف محدد. فنجد مثلا فترة كلينتون ظهرت فكرة مسمى الدول المارقة، واللي هي أيضا تطورت فترة بوش الابن لما حدد دول محور الشر وضع فيها دول من ليبيا لكوريا لإيران لسوريا للعراق. طبعا أيضا كان في صياغة أخرى للصراع من المنظور الأمريكي مع صعود مسمى الحرب على الإرهاب، صعود مسمى الحرب على الإرهاب اللي هو كان في النهاية أيضا ما عم بحارب دول بعينها، وحتى لما بدي حارب دولة مثل ما صار في حرب العراق كان يوصفها بينها على علاقة مع الإرهاب. وفي هذه الحرب ما كانت حرب صريحة مع مواجهة لدول وإنما مع تنظيمات غير صريحة، ولكن كثير كانت بعض في كثير من الأحيان كانت عبارة عن غطاء أقرب للغطاء لتحقيق مصالح، كما ظهر جليا في حرب العراق اللي استفادت منها بالدرجة الأولى شركات النفط وشركات السلاح الأمريكي. وبعد في الفترة اللاحقة لما تراجع مفهوم خلينا نحكي الحرب على الإرهاب، الآن بطل في مصطلح جامع للسياسة الخارجية الأمريكية وإنما أصبح هناك أقرب لحقائق. طبعا في ثوابت مثل ثابت حلف الناتو، في ثوابت أخرى مثل موضوع الانتشار العسكري اللي هو طبعا اليوم تقريبا عدد القواعد العسكرية إن سواء القواعد العسكرية اللي تسمى بالكامل أنها قاعدة عسكرية أمريكية أو القواعد اللي يتم استضافة فيها قوات أمريكية يبلغ عددها حول العالم 800 قاعدة تنتشر في 130 دولة. فهون أكثر خلينا نحكي نوع من التحول إنه ما في خطاب ومقولة تصوغ الاستراتيجية الأمريكية بقدر ما هو عبارة عن حالة من الانتشار العسكري الصريح على مستوى العالم، ولو إنه في كثير من الأوقات يتم تبريره بأنه مثلا في بعض المناطق إنه في خطر إرهاب، أو إنه مثلا مثل ما يتم تبرير مثلا وجود العسكري الأمريكي في سوريا أو في العراق لا تزال إذا هذه إلى اليوم مستخدمة، أو إنه بينما هي في الأساس نرجع نحكي إنه هي مصالح استراتيجية مثل ما ذكرنا أيضا في المرة الماضية في مثال العراق والوجود العسكري الأمريكي في العراق ومصلحة قطع المجالات الحيوية الاستراتيجية بالنسبة لدول مثل روسيا أو الصين أو إيران. فلا يزال هذا يستخدم على بعض النطاقات. ايضا بعض الاحيان بتكلم بصراحه انه تامين مثلا مصادر النفط مثل حاله الوجود العسكري الامريكي في الخليج العربي.
هذه بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية وتحولاتها، يعني قدرنا نلمس تحول ربما أنه تراجعت فكرة خطاب بقدر ما هو صار انتقلنا لحالة صريحة يعني في السلوك الاستراتيجي اللي هي حالة الانتشار العسكري الصريح. بينما المثال الأهم بالنسبة لي واللي ممكن نفصل فيه أكثر واللي هو كثير حفهمنا تحليل جغرافي سياسي وتحليل جغرافي استراتيجي اللي هو مثال روسيا، مثال روسيا فترة ما بعد الحرب كدولة طبعا وريث الاتحاد السوفيتي. روسيا أصبح عندها تحول كبير في الفترة هاي بسبب أنه أكيد الآن ما عاد في خطاب تتحدث عن شيوعية أو اشتراكية أو نشر لأي نوع من العقائد، وبل بالعكس يعني في بعض الأحيان روسيا عادت إلى خطاب الكنيسة وخطاب المسيح والخطاب الأرثوذكسي تحديدا، واللي هو كان موجود بفترة صدرته على المستوى الخارجي بفترة مثل فترة القرن التاسع عشر فترة القيصرية. طبعا في فترة ما بعد الحرب مرت روسيا في طور بداية ما كان عندها ما لم تصوغ خلينا نحكي استراتيجية على مستوى خارجي، وفترة يلتسن كانت فترة تحاول رئيس بوريس يلتسن أو الرئيس لروسيا كان يحاول الاتجاه والتصليح والتقارب مع الغرب، ولكن الحقائق اللي انفرضت على روسيا والظروف اللي انفرضت على روسيا الخارجية اللي هي أنه ما لقت الترحيب وما لقت يد الاستقبال من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية صعدت من الاتجاه الآخر اللي هو الاتجاه الذي سيعرف لاحقا بالاتجاه البوتيني نسبة إلى الرئيس بوتين. وطبعا في هذه الحالة ظهرت عندنا نظرية جديدة جغرافية سياسية من أشهر النظريات على الصعيد الجغرافي السياسي فيما عرف ب نظرية الأوراسية نسبة إلى قارة أوروبا وآسيا. طبعا وهنا أيضا نحن نتحدث عن منظر آخر مهم كثير، يعني احنا مثل ما ذكرنا في البداية لن نكتفي في فقط بأسماء المنظرين ذكرناهم، أنا ذكرتهم كبداية كمؤسسين اللي هم رادزل وماهان وماكندر، ولكن الآن في أسماء أخرى سوف ترد مثل الآن في حديثنا عن روسيا في فترة ما بعد الحرب الباردة اللي هو اسم ألكسندر دوغن، وممكن أيضا التوسع والقراءة عنه ممكن أصلا يحتاج يعني إفراد جلسة كاملة لتناول أفكاره، وهو منظر استراتيجي الأول بالنسبة لبوتين والبوتينية. مثل ما حكينا إذن بدأت تصاغ موقف جغرافي سياسي استراتيجي بالنسبة لروسيا على المستوى الخارجي مع بعد منتصف التسعينات ونهاية التسعينات، وهي نموذج برجع بكرر نموذج مهم لفهم النظريات والمواقف الجيوستراتيجية بالنسبة للدول. بهذه الحالة عم نحكي عن دولة على تصنف كدولة كبرى. نظرية الأوراسية باختصار ببساطة كانت فكرة ألكسندر دوغن، شبه روسيا بأنه هي لها أنف له فتحتين، أنف بمعنى كناية عن التنفس وكناية عن أساس الحياة الاقتصادية والسياسية بالنسبة لهذه الدولة الروسية، وذكرنا أيضا بتشبيهات رادزل البيولوجية بلا شك البيولوجية السياسية. فبتحدث ألكسندر دوغن أنه في لروسيا فتحتي أنف، شرق أوروبا، مجال شرق أوروبا واللي هو المجال اللي كان فيه تطلع إله اللي هو مجال العالم الغربي فلنقل فترة يلتسن، والمجال الآخر اللي هو بشوفه مناطق آسيا بقسميها غرب آسيا بالدرجة الأولى ووسط آسيا. منطقة شرق أوروبا ما ظل فيه مجال، منطقة مغلقة، منطقة مغلقة بسبب أنه الدول اللي كانت في شرق أوروبا ضمن الكتل الشرقي وضمن المعسكر الاشتراكي اتجهت للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى حلف الناتو، وبالتالي وأيضا في فترة لاحقة مع انتشار منظومة الدروع الأمريكية الصاروخية اللي كانت واضحة وموجهة لروسيا
أو موجهة للتصدي لأي شيء قادم من روسيا. وبالتالي قناعة دوغن أنه أغلقت الفتحة الآن في الشرق أوروبا، واللي هي كانت روسيا أصلاً في تشكلها السابق في فترة الاتحاد السوفيتي كانت منطلقة فيها وكانت متوسعة فيها عبر التشكيل الاتحاد السوفيتي، ولكن كما بحكي دوغن إذن هي أغلقت بالكامل. وبذلك أصبح حتمي الاتجاه نحو الجنوب، والاتجاه تحديدا نحو مناطق غرب آسيا. واليوم حتى احنا بالمناسبة اليوم 14/10/2019 بنشوف أيضا ضمن هذا التوجه، بصراحة التوجه نحو غرب آسيا، زيارة بوتين إلى دولتين في الخليج العربي السعودية والإمارات، وما يرافقها أيضا من اتفاقيات على مستويات المختلفة السياسية والثقافية والاقتصادية. كمثال على استمرارية هذا التوجه الروسي اللي هو التوجه نحو غرب آسيا، باعتبارها كما قال ألكسندر دوغن فتحة الأنف المتبقية أمام روسيا. وفيما عدا ذلك بالنسبة لألكسندر دوغن فإن مصير روسيا هو الاختناق والاحتضار. وهنا إذن الفكرة هذه، التوسع نحو مناطق الآسيوية، ولا ننسى أنه مناطق تعتبر مناطق أجزاء من مناطق روسيا تعتبر مناطق أوروبية، فهنا ظهرت خلينا فلنقل فكرة أو مسمى في بعض الأحيان الذي يرد بمسمى الأوراسية كمقابل لمسمى التوجه نحو الغرب. طبعا الآن التوجه الروسي راح يشمل وسائل كثيرة، راح يشمل محاولات تعزيز للنفوذ والتمدد سواء في مناطق وسط آسيا وغرب آسيا، مع الإدراك الروسي بلا شك أنه أيضا مناطق زي وسط آسيا فيها تحدي مثلا ومجال للنفوذ الصيني. طبعا في منطقة وسط آسيا تشكل أيضا تكتل، أنا لا يحضرني اسمه الآن، تشكل تكتل اقتصادي سياسي يجمع ضم مجموعة دول مثل منها كازاخستان ودول وسط آسيا بالإضافة إلى روسيا، كنوع من التعبير عن التوجه والاهتمام بمنطقة وسط آسيا. طبعا قبل ما نفصل شوي في التوجه الروسي نحو منطقة غرب آسيا، لابد من التفصيل أكثر والتطرق أكثر إلى المرحلة السابقة لصياغة هذا التوجه والاندفاع الروسي نحو هذا التوجه، واللي هو إذا حللناه وشفناه بالفعل كانت الوضع الروسي عم يتجه نحو حالة من الاختناق، وهو استمرار لفكرة لحظة نهاية الحرب الباردة، لحظة الأحادية القطبية كما ذكرنا الآن، وتحول الولايات المتحدة إلى شرطة العالم، ونشر وامتداد العسكري، ونشر وتوسع حلف الناتو. ظهرت في نهاية التسعينات عدة تدخلات عسكرية أخرى للولايات المتحدة، مش فقط حرب الخليج الثاني، ظهرت عملية ثعلب الصحراء عام 98، وظهرت أيضا بنفس الوقت مشاركة الناتو بضرب الحليف التاريخي للروس وهم الصرب في منطقة البلقان، ومن ثم مع بداية ودخول الفيل الجديد جاء التدخل العسكري الأمريكي الصريح في أفغانستان اللي هي قريبة من روسيا وضمن مجالها وتقع في جنوبها، وأيضا مناطق أخرى قريبة مثل العراق، وصولا إلى موضوع قضية انفصال كوسوفو أيضا عن صربيا. إذا كان في هذا الإطار الخناق يضيق ويضيق ويضيق، ولا زال التوجه الروسي أو الأوراسي لم يتحرك ولم يترجم على الأرض. اللحظة الفاصلة في الألفية الجديدة كانت هي لحظة العام 2008 مع دخول الروسي في جورجيا. طبعا قبل ذلك كانت الولايات المتحدة ليس فقط هذه العمليات العسكرية تم تطبيقها، وإنما بدي أرجع للنقطة ذكرناها المرة الماضية ودائما أذكر فيها، استحضار الخريطة، لأنه لا يمكن أن نحن نذكر اسم دولة ويكون ما فيش تخيل لموقعها بالضبط، لأنه نحكي عن استراتيجية نعرف وين موقعها عشان نفهم شو معنى شو أهميتها في هذا الإطار في هذا المسعى الاستراتيجي. فهون المسعى الخنق روسيا بلغ ذروته مع فكرة تخطيط لضم دول
الحدود ايضا مع روسيا، الحدود الجنوبيه تحديدا اللي هي كانت جورجيا وارمينيا واذربيجان. كان تخطيط واضح انه الناتو كما انتشر في مناطق شرق اوروبا انه ينتقل بانتشاره ويوصل الى هذه المناطق اللي موجوده على الحدود مباشره، حدود روسيا في القوقاز، عبر ضمهم طبعا حلف شمال الاطلسي الناتو. طبعا كانت الخطه انه ارمينيا انه بحلول عام 2012 تكون منضمه، جورجيا لم تنضم، ولكن كان دائما في تدريبات عسكريه وفي وجود عسكري امريكي وفي تدريبات وعمليات مشتركه مع الناتو بشكل شبه سنوي. وكانت الفكره انه فيما بعد ذلك انه اذربيجان سوف تتبع ارمينيا وهكذا. وايضا خطوه اخرى كانت متقدمه جدا من الولايات المتحده اللي هي تاسيس ووضع قاعده عسكريه في منطقة حساسة جدا في جنوب وسط روسيا اللي هي منطقة في قرغيزستان. وأيضا حلف الناتو أيضا وتشوف دوره الاستراتيجي، هون احنا بدي ارجع أكد على هاي النقطة، ربما غابت الخطابات والمقولات الكبرى عن الاستراتيجية الأمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة، غاب استخدام مصطلحات على شاكلة مصطلح دول الشر ومحور الشر وما إلى ذلك والدول المارقة والحرب على الإرهاب وما إلى ذلك، وأصبح أكثر فأكثر انتشار العسكري الصريح والانتشار الناتو هو المعبر عن بالدرجة الأولى عن الاستراتيجية الأمريكية، مع محاولات تقديم التبريرات لهذا الانتشار. وطبعا فإذا هون كازاخستان أيضا وقعت اتفاقية مع الناتو باسم أو أعتقد مع الاتحاد الأوروبي للدقة باسم التجارة من أجل السلام، التجارة من أجل السلام. بهذا الشكل أيضا كان في محاولة لتقاطع أو لإفساد المشروع الروسي بالتوسع تجاه وسط آسيا. هون الحزام المحيط بروسيا كان الشغل الأمريكي والغرب على ضمن الخصام الحزام الأول المباشر المحيط والمحادد لها لروسيا. وإذا بدأ التحرك الروسي المضاد من عام 2008 ومع الدخول إلى أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في جورجيا وقسمها وفصلها بالنسبة لروسيا، انقسمت وانفصلت مباشرة. ما أهمية التحرك هذا؟ هذا تحرك استراتيجي بالنسبة للروس، لأنه مباشرة أرمينيا وأذربيجان لما شافوا السلوك الروسي الحقيقي اللي هو سلوك بداية ترجمة البوتينية على الأرض في صيغة عسكرية صريحة، مباشرة أرمينيا وجورجيا أو عفوا أرمينيا وأذربيجان انتهى بالنسبة لهم مشروع الانضمام لحلف الناتو، وأدركوا أن هذه المنطقة لن تسمح فيها روسيا بمثل هذه الخطوة. إذن التحليل كله مثل ما نذكر عم نحكي عن جغرافيا وعم نحكي عن تقاسم القوة والنفوذ على الجغرافيا، إذن عم نحكي عن حالة من الجيوستراتيجي ولكن على المستوى الأكبر. هون عم نحكي لأنه إذا شفنا بدايات المحاضرات، المحاضرة الأولى كنا نحكي على المستوى داخل الدول، على المستوى الأصغر، بستمر معنا هذا الإحساس بالتحليل إلى هذا المستوى، المستوى الأكبر والأعم. فتوقفت طبعا هنا أرمينيا وأذربيجان في هذه الحالة عن الانضمام، بينما قرغيزستان القاعدة الأمريكية أغلقت، البرلمان نفسه وضع شروط معقدة لها وتم إغلاقها. أيضا كازاخستان اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية التجارة من أجل السلام، أيضا تم إنهائها. فهنا كلها كانت هذه في فترة نهاية العقد الأول وبداية العقد الثاني من القرن الحالي، القرن 21. طبعا عم نفصل بهذا المثال كنموذج كتطبيق لهذا التحليل، لهذه التحليل الجيوستراتيجي. هذه نقطة. النقطة الثانية الخريطة، يعني هذا كل الكلام اللي حكيناه الآن لا يمكن أصلاً أنه يفهمه من دون استحضار مباشر الخريطة، سواء استحضار ذهني أو الاستعانة في الرسم الخريطة. هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة نشوف إذن كيف
هذه الأمور عم تتحدى، لأنه في بعض الناس ممكن سمع خبر عن جورجيا هون، سمع خبر هون عن أرمينيا، سمع خبر إنه والله مثلاً روسيا مهتمة، لكن ما يجد الرابط. وهذا شيء مهم، يعني هون ممكن نفهم أهمية الجيوستراتيجية، إنه هي عم بتقدم كسلك رابط وإطار ناظم لأحداث كثيرة، لأنه هي مثل ما حكينا عم تحكي عن مستوى خطة كبيرة شاملة تنتظم ضمنها التكتيكات والمواقف اللي هي بتيجي بشكل على أرض الواقع بشكل يعني يومي ومع المستجدات. الآن لما حققت تمكنت روسيا من تأمين الحزام الأول بهذا المستوى تحديدا من مناطق القوقاز إلى مناطق وسط آسيا، انتقلت للحزام الثاني. الحزام الثاني هون اجت بلشت تظهر وبلشت تنتقل أفكار الأوراسية وأفكار ألكسندر دوغن وأفكار فتحة الأنف الثانية الوحيد اللي أمام تنفس روسيا. بدأت هون تنتقل إلى أيضا حيز الفعل، وبالتحديد فيما يتعلق في مناطق غرب آسيا. طبعا الحزام الثاني يشمل الدول اللي مباشرة تأتي فيما بعد الدول المحايدة لروسيا، وفي مناطق غرب آسيا تحديدا هي إيران والعراق وسوريا وصولا حتى البحر المتوسط، بما يشمل أيضا لبنان وأيضا يشمل تركيا، ولو أن تركيا لها حساباتها المعقدة خصوصا أيضا بسبب اعتبار أنها دولة في حلف الناتو. الآن تفكير الروسي أصبح تفكير مثل ما نحكي فكرة بسيطة جدا، هي خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وصار التفكير الأمريكي إنه التفكير الروسي إنه إذا في قناعة عند صانع القرار الروسي وتم تثبيتها في الأوراق الأمنية اللي عدها أشرف عددها بوتين شخصيا في عام 2008 و2009، الأوراق الأمن القومي الروسي وتم اعتمادها. وهون الفكرة الأمريكية أو عفوا الروسية اللي هي فكرة إنه إذا صار نجم أن ننتقل بالصراع إلى المستوى الثاني والحزام الثاني، وإنه إذا لم نفعل ذلك فإنه الولايات المتحدة سوف تعاود الكرة إلى الوثوب والانتقال إلى الحزام الأول. وفي هذا الإطار طبعا جزء منه ربما نقرأ تدخل الروسي في أوكرانيا في شبه جزيرة القرم ب 2013، وأيضا فيما بعد تدخل في سوريا في عام 2015، ضمن هذا الإطار الجيو استراتيجي وضمن هذا التفكير الأوراسي في التوجه نحو مناطق غرب آسيا وضرورة القناعة بتأمين هذا المناطق وعدم تركها أمام الاستقرار الولايات المتحدة تحديدا، لأنه بما سوف يسمح لها بعد ذلك في الانتقال إلى الحزام الأول اللي هو مباشر على حدود روسيا. هذا كله بالنسبة لاستراتيجيات وتفكير روسيا باختصار في فترة ما بعد الحرب الباردة. فصلنا في شوي صغيرة من أجل توضيح كيف الخطط الجيوستراتيجية كيف تصاغ من الأساس، على أي أساس يتم صياغتها وكيف يتم صياغتها، وكيف ترتبط تتداخل الجغرافي بمعطيات القوى والسياسة والتحالف. هون أنا يعني بشوف أهمية النموذج، فأنا بس مستخدم النموذج هون كنوع من الأسلوب لتوصيل الأفكار اللي كنا نحكي فيها في المحاضرتين الماضيات. ربما كتير أفكار كانت شوي مجردة فيما يتعلق بتقاطع وتأثير الجغرافي على السياسة، وبالعكس هون عم نشوف كنموذج بعطينا يعني قدر أكبر من الفهم. فلنقل الآن فنتحدث أيضا عن دول أخرى، تحدثنا عن الولايات المتحدة وتحدثنا عن روسيا كدولتين كبريتين وعظميين. الدولة الثالثة الأخرى التي تأتي معهم دائما وهي الصين. أيضا الصين الملفت للنظر أنه الصين لأول مرة نتيجة عوامل كثيرة، نتيجة تعاظم في الاقتصاد الصيني حجم الاقتصاد الصيني وتمدد، صاغت نظرية لها، نظرية جيو استراتيجية
وإن كانت النظريات الصينية بسبب تاريخها المختلف طبعاً ما صوغت في إطار عسكري صريح، مثل يعني دائماً الولايات المتحدة مثل ما حكينا أصبحت حتى لدرجة وصلت صراحةً إلى أنها نظرية ذات طابع عسكري، واللي هي مرتبطة بفكرة حلف الناتو والتمدد وفكرة انتشار القواعد العسكرية. وروسيا أيضا الطابع، ولو أنها أيضا روسيا في جزء من عملها على الصعيد الجيوستراتيجي متعلق في الاقتصاد والتمددات الاقتصادية، ولكن أيضا الطابع دائما الطابع العسكري حاصل، مثل ما شفنا في جورجيا 2008، أوكرانيا 2013، سوريا 2015. بالنسبة للصين لا، كان تفكيرها أكثر ناعم، وهنا بمفهوم الناعم نقصد أنه هو غير عسكري بما يشمل بالتحديد الاقتصاد، التمدد الاقتصادي، وأيضا يشمل قوى أخرى مثل التمدد الثقافي. الآن تحديدا المتحدث عن الصين، طبعا ذكرنا أيضا المرة الماضية أنه هي حتى الصين ما عندها أي قاعدة عسكرية خارج حدودها سوى قاعدة واحدة. طبعا لما نحكي عن الصين في إطار إنه هي سلمية على المستوى الخارجي، إحنا نحكي عن حقائق تاريخية إلى غاية هذه اللحظة، إلى غاية هذه اللحظة طبعاً. ولكن هذا لا يعني إنه يأتي شخص مثلاً يجيب مثال إنه في قمع صيني في داخل الصين، مثل ما يحصل مثلاً في مناطق تركستان الشرقية أو سينكينغ، واللي هو إحنا نتحدث عن المستوى الخارجي، عن أنه هي تمددها ذات طبيعة ناعمة على المستوى الخارجي، وهو فيها قاعدة عسكرية واحدة كما ذكرنا المرة الماضية قيمت هي في جيبوتي بسبب مثل ما ذكرنا الأهمية الجيوستراتيجية والجيوسياسية الكبيرة لمضيق باب المندب. طبعا النظرية الصينية صيغت لسه، هذا شيء حالي، هذا شيء راهن، يعني لا يزال الآن طور التشكل والصناعة اللي في العام 2013 يعني ضمن مبادرة أطلق عليها اسم طريق الحرير الجديد، أو ما يسمى مبادرة الحزام والطريق، الحزام البحري والطريق البري. طبعاً أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل ما يقارب 6 أعوام في العام 2013 في أستان عاصمة كازاخستان. المبادرة الصينية اللي تسمى طريق الحرير الجديد طبعا تستند لفكرة طريق الحرير القديم، طريق الحرير القديم اللي بلش اللي تشكل خلينا نحكي من القرن الخامس قبل الميلاد واستمر حتى فترات متأخرة من العصور الوسطى. وكانت الفكرة انه اعادة احياء لطرق تجارية اقتصادية برية، وهذه المرة مع ادخال السكك الحديد ومع ادخال حتى وسائل اخرى مثل الانابيب النفط، وطبعا سكك حديد وسكك قطارات فائقة السرعة، على انتشار وامتداد المناطق اللي بيمتد فيها هذا الطريق الحرير الجديد، وايضا تفعيل الحزام، الحزام اللي هو الطريق البحري اللي كان يتم سلوكه من مناطق شرق آسيا وجنوب آسيا باتجاه مناطق المحيط الهندي وصولا حتى منطقة بحر العرب والبحر الأحمر وشرق البحر المتوسط. فببساطة هي مبادرة اقتصادية بالأساس تتعلق بمد مجموعة ضخمة وبناء مجموعة ضخمة ووضع استثمارات ضخمة في طرق وسكك برية وخطوط بحرية كلها مترابطة تمتد إذا من مناطق شرق آسيا وتصل إلى مناطق الشرق الأوسط ومناطق أفريقيا، وتصل أيضا تمتد إلى مناطق أوروبا. هي عبارة عن بالأساس استثمار في البنى التحتية مع توقيع اتفاقات تبادل تجاري بين الصين وبين الدول التي يصلها هذا المشروع وهذا الطريق الجديد. تقريبا تحدث الصين عن حوالي 1000 مشروع سوف يتم عقده ضمن هذا المشروع، وبدأ بالفعل عشرات المشروعات طبقت ونفذت ووقعت اتفاقيات مع دول عديدة ضمن هذه المبادرة، وبالنسبة هي يعني الصين ماشي فيها وتتقدم فيها. وطبعا في أهداف أكيد الصين أهداف استراتيجية بالنسبة لها، وتتعلق بالأساس بتصدير البضاعة والخدمات اللي هي منبعها وأساسها الصين، وكيف الصين هنا بتحاول أنها تثبت نفسها كدولة تنتقل من إطار إذا استعنا بمصطلحات وولرشتاين من أشباه الأطراف إلى الدولة المركز. هذا نموذج إذن
لتخطيط وتفكير جيوستراتيجي أخذ طابع مختلف، وهذا الشغلة مهمة أيضا نفكر فيها، إنه التفكير في الجغرافيا وفي الجغرافيا الدولية والتفكير في الانتشار وفي مد النفوذ وفي مد القوة، اعتدنا أيضا لقرون وخصوصا فترات الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الباردة، اعتدنا أن يكون طابعه بشكل مباشر هو الطابع العسكري. تقريبا ساعة وخمس دقائق يعني الوقت جيد. طيب اعتدنا أن يكون طابع عسكري، لكن لا، هي الصين بتقدم نموذج جديد وهو نموذج ذو طابع أكثر نعومة كما قلنا وطابع اقتصادي وعادي، وهذه السياسة تحقيق مصالح إذا قادر يحققها من دون انتشار عسكري فهو سوف يذهب في هذا الإطار، سوف يذهب في هذا الإطار اللي هو بدون استعانة بالانتشار العسكري، إلا طبعا إلا إذا حقائق السياسة الواقعية كما يؤمن المؤمنين بنظرية الواقعية من نظريات العلاقة الدولية، إلا إذا فرضت عليه بالفعل عنصر القوة المباشرة الخشنة يظل موجود، وربما شفنا بوادره مع إنشاء القاعدة العسكرية في جيبوتي. الآن بدي أتحدث عن مشاريع أيضا لها طابع جيوستراتيجي ولكن على مستوى إقليمي. مهم أيضا هذا التفريق، مهم أنه نطلع على نظريات على مستوى الدول الأكبر والمستوى العالمي ونشوف نظريات على مستوى دول متوسطة فلنقل، اللي هي بتسعى لمشاريع تمدد على المستوى الإقليم في سبيل أنها تحاول أنها ترتقي طبعا إلى مصاف الدول الأكبر والأعظم وتأثر على مستويات أبعد من إقليمها. وهنا راح أذكر ربما ثلاثة أمثلة من منطقتنا نحن، منطقة غرب آسيا كما يسميها الروس أو منطقة الشرق الأوسط كما درجة التسمية الأمريكية. مثال مصر في فترة معينة في فترة الناصرية خلال الخمسينات والستينات، وإيران بفترة ما بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وتركيا بفترة ما بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002 إلى غاية هذه اللحظة. في مصر، مصر مثل ما ذكرنا كانت مستعمرة مثل ما ذكر جمال حمدان، هي أطول مستعمرة في التاريخ. طبعا أخذت أطوار مختلفة للحكم الإنجليزي لمصر، وبعد معاهدة 36 أصبح حازت على قدم كبير من الاستقلال، وأصبح الوجود الإنجليزي العسكري كان محصور على منطقة القناة في السويس، ولكن طبعا ظلت الارتباط في بريطانيا موجود إلى غاية لحظة الثورة في 1952. وهنا انتقلت مصر بشكل سريع إلى ممارسة دور جديد، رفضت خلينا نحكي الانضمام والانضواء إلى المعسكر الأمريكي اللي هو كان وفق الخطة اللي كانت معدة في حلف بغداد 1955، وحاولت تسعت أن تقدم مشروع بديل في فترة معينة ممكن نشوفه كنموذج وندرسه خلال فترة الخمسينات والستينات. طبعا فيما بعد انتهى هذا المشروع وجاءت الفترة السادتية تدريجيا لتعيد مصر إلى فكرة البحث عن الحليف العالمي والقوي والكبير. هو شاف سادات هي أنه حتكون هي الولايات المتحدة الأمريكية، وصارت خطط التفكير منذ كامب ديفيد كيف نتقارب إلها، كيف نأخذ مساعدات منها، كيف كذا كذا. النظرية المشهورة في فترة الخمسينات في مصر كانت نظرية سميت بنظرية الدوائر الثلاث، والدوائر الثلاث هذا المصطلح يعني برد عند كثير ناس وفي كثير نظريات، ولكن في السياق المصري الناصري وكانت الدوائر الثلاث مقصود فيها الدائرة العربية والدائرة الإفريقية والدائرة العالم ثالثية. وهنا اشتغلت مصر على هذه الثلاث مستويات، فعلت دور جامعة الدول العربية بعض الفترات في الستينات، وصعدت من الخطاب القومي العربي اللي ارتبط بطابع تمددي مرتبط بمركز مصر، اللي كانت قبل هيك مصر مش معتادة على ممارسة مثل هذا الدور. وفي مستوى الدائرة العربية ظهرت عندنا مثلا انتشرت حركات كثير تبنت القومية والناصرية، وأصبحت هي من ناحية أكيد حركات أيديولوجية ولها أهداف وشعارات تصاغ ضمن أفكار الاشتراكية وأفكار التحرر والاستقلال وما إلى ذلك، ولكن أيضا من ناحية ثانية هي كانت تمدد جيوستراتيجي. إحنا نتحدث عن جيوستراتيجي ما نتحدث عن أيديولوجيات بشكل مباشر هون. فكانت انتشار مثلا تنظيمات ضباط أحرار في عدة دول، أو انتشارات تنظيمات تتبنى القومية، أو انتشار حتى الشعبي
لأنه حققت الناصرين انتشار على مستوى الشعوب عبر الوسائل الإعلام اللي أتيحت آنذاك ووسيلة الراديو تحديدا، كانت هي نوع من التمدد الجيوستراتيجي لمصر، نوع من يعني التوسع الدولة المصرية خارج حدود جغرافيتها من حيث القوة، من حيث النفوذ، من حيث القدرة على التأثير. هذه الدائرة العربية. الدائرة الإفريقية أيضا اشتغل عليها كثير، تكثفت العلاقات مع الدول الإفريقية، وخصوصا بعد ولادة عديد من الدول في إفريقيا بعد عام 60 وعام 61، التواصل معها وتعزيز العلاقات معها. ثم الدائرة العالم الثالثي أو ما تسمي آنذاك في دول عدم الانحياز، اللي هي الدول اللي ما اصطفت لا مع المعسكر الغربي ولا المعسكر الشرقي. وأيضا كان عبد الناصر آنذاك أحد المؤسسين في كتلة عدم الانحياز مع نهرو وتيتو وسوكارنو. فهذه أنا استحضرت هذا المثال كمثال لتخطيط جيو استراتيجي. فكرة الدوائر الثلاث فكرة مهمة يعني كانت في هذا السياق. أيضا حتى فكرة القومية والقومية العربية كان لها طابع جيو استراتيجي. بالنسبة هنا عم نتحدث عن الدولة المصرية بحدودها المعروفة. فهذا مثال ونموذج على دولة صنفت في حينها كدولة متوسطة، مثال على كيف إنها اتجهت، كيف اتجهت إنها تصوغ تفكيرها لنوع من تحقيق نوع من التمدد والتوسع الجيوستراتيجي. ايضا مثالين اخرين راح نتناولهم طبعا، وبنعرف احنا عند العرب بحكي لك انه ما فيش مشروع عربي او انه المشروع المصري ظهر بفتره واختفى وما الى ذلك. طبعا ظهر مشروع اخر كان اقرب، ما بدنا نسميه مشروع جيوستراتيجي، ولكنه تفاعل مع هذا المشروع وكان ردة فعل أكثر عليه، اللي هو اللي تبنته الدولة السعودية لفكرة مواجهة الناصرية آنذاك عبر تفعيل نموذج الإسلامي، عبر احتضان حركة الأخوان المسلمين، عبر تقديم نموذج الصحوة والصحوة الدينية وفكرة البعث الديني الإسلامي. ومقابل الجامعة العربية التي سيطرت عليها مصر آنذاك فعلت ودفعت بدور الجامعة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة الإسلامية وفكرة البعث الديني الإسلامي، إذن كله في إطار مواجهة العروبة والقومية العربية. فكان هون أيضا نوع من التفاعل ذو طابع الجيوستراتيجي، ولكن أخذ خطاب آخر وغطاء آخر. تبنت آنذاك السعودية، وحتى خطابها على هذا المستوى تراجع أيضا بعد نهاية المشروع المصري فترة السادات خلال السبعينات. ولكن أيضا على مستوى الإقليم رح نشوف أنه ولغاية هذه اللحظة التفاعلات حاضرة ومهمة ومشكلة للأحداث في المنطقة، اللي هو الدولتين اللي أيضا خرجوا من العصر الاستعماري وهم محافظين على قدر جيد من المقدرات والمقومات الجيوسياسية، اللي هما إيران وتركيا. في حالة إيران كانت حتى عام 79، حتى فترة حكم الشاه، كان في مشروع إيراني لتحرر الاستقلال بفترة بداية الخمسينات مع رئيس محمد مصدق، ولكن تم إنهاءه في عملية أجاكس، عملية بتدبير من الاستخبارات المركزية الأمريكية في آنذاك وبتعاون مع بعض القوى المحلية. ومنذ ذلك الوقت في عهد الشاه محمد رضا بهلوي بقيت إيران، تحولت إلى الشرطي، هيك كانت تسمى، الشرطي الولايات المتحدة في الخليج، وكانت كثير موفرة على الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط من ناحية أنه في حليف أساسي ومرتكز وقوي، خصوصا بعد خسارة الحليف العراقي بعد ثورة العام 1958. استمرت إيران في لعب هذا الدور إلى عام 79، ثم جاءت الثورة الإسلامية، الثورة اللي حملت مطالب اجتماعية داخلية داخل الجمهورية الإيرانية، ولكن أيضا مباشرة سرعان ما حملت مطالب في الخارج، وسرعان ما بدأ التوجه المعادي للولايات المتحدة منذ أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران. طبعا المشروع الإيراني مثل ما ذكرنا المرة الماضية أيضا مشروع جيوستراتيجي يتعلق بأهداف جيوستراتيجية، منها الوصول إلى البحر المتوسط كنموذج،
ارتبطت، لكن هذا المشروع أخذ غطاء آخر على مستوى سطحي ظاهر، أخذ مستوى الخطابي الأيديولوجي، مثل فكرة تصدير الثورة الإسلامية وتعميم الثورة الإسلامية. وفترة ما كانت حدث مثل حدث اغتيال سادات مثلا عام 82 يقرأ أو عام 81 يقرأ كأنه بداية وصول للثورة، أو أحداث مثل أحداث الجهمين العتيبي أو كذا أو ما إلى ذلك في تلك الفترة بداية الثمانينات. وأخذ غطاء لا يزال مستمر إلى اليوم، اللي هو ما يعرف بحالة التشيع السياسي وليس التشيع الديني، اللي هو مرتبط في إيران وفي الدولة والجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا مثل ما بدوا الأحزاب القومية، مثل ما بدت هي والحركات القومية بدت كطليعة للمشروع الجيوستراتيجي المصري في فترة الخمسينات والستينات، بدت أيضا الحركات الشيعية السياسية كطليعة وكممارس ومنفذ للجيوستراتيجية الإيرانية في ما بعد عام 1979. هذه بالنسبة للمثال الإيراني وتحوله الكبير يعني بعد الثورة. المثال الأخير راح نتطرق له تقريبا يعني أعتقد الوقت ساعة وربع جيد، إلى هلأ نحتاج إلى 5 دقائق 10 دقائق. المثال الأخير هو المثال عن تركيا، تركيا ما بعد عام 2002. أيضا بالنسبة للدولة التركية تم صياغة وبلورة توجهات جيوستراتيجية، وبدي أرجع هون أذكر اسم مناظر مهم آخر مثل ما ذكرنا ألكسندر دوغين عند الحديث عن روسيا، ومثل ما ذكرنا أنه هو أصلا يستحق دراسة فقط لكتبه وما إلى ذلك ونظرياته. نذكر هون أيضا مناظر جدا مهم في تركيا، واللي هو أحمد داود أوغلو وزير الخارجية السابق في جمهورية تركيا. طبعا تركيا لفترة طويلة صار فيها تعثر في بعض المراحل في العملية الديمقراطية وشهدت انقلابات فترات في الثمانينات والتسعينات، ولكن مع استقرار العملية الديمقراطية تبلورت وتوضحت أكثر السياسة الخارجية التركية، وأصبح فيه الحديث عن برنامج واضح خارجي للحزب الحاكم. وفي هذه الحالة ظهر برز هنا اسم أحمد داود أوكلو، وبالتحديد مع كتابه المهم جدا الضخم اللي هو العمق الاستراتيجي، طبعا مترجم للغة العربية وصادر عن مركز الجزيرة للدراسات. في كتاب أحمد داود أوكلو بنشوف نظريتين جيوستراتيجيتين شهيرات جدا بيقدمهم أحمد داود أوكلو وجديرتين بالدراسة، واللي هي نظرية تصفير المشكلات، نظرية استراتيجية تسمى بنظرية تصفير المشكلات، وهي مبدأ يعني موجود في الاستراتيجية بشكل عام، ونظرية الأخرى اللي هي نظرية العمق الاستراتيجي، واللي هي تقاطعت مع مفهوم آخر هو أيديولوجي ولكنه أيضا يأخذ طابع جيوستراتيجي اللي هو مفهوم العثمانية الجديدة. طبعا باختصار ببساطة أيضا مرة أخرى نورد هذا النموذج كمثال على نظريات الجيوستراتيجية وكمثال على دولة متوسطة كيف فكرت لبناء نفوذ على مستوى الإقليم تحديدا، وأيضا كمثال بالعموم على فهم كيف الخطط الجيوستراتيجية بتم صياغتها وكيف بتصير التقاطعات ما بين الجغرافيا والسياسة والاقتصاد. ففي أحمد داود أوكلو تصفير المشكلات ببساطة إنه تركيا اعتادت فترات طويلة إنه في حالة عداء مع اليونانيين، مع القبارصة، مع العرب، مع الأكراد، مع الأرمن، حالة ومع الروس، حالة المحيط المعادي، فصارت الفكرة إنه ضرورة الوصول لحالة صفر مشكلات والتحول نحو حوار وحوار سياسي وحل الخلافات بالطرق السلمية على مستوى السياسة الخارج وعلى مستوى الداخلي، توجه نحو استيعاب التنوع العرقي والديني والتراجع عن الخطاب القومي التركي لدرجة عليه جمهورية تركيا منذ تأسيسها، وأيضا تدعيم العلاقات الخارجية ليس فقط بالحوار الدبلوماسي وفض النزاعات، وإنما أيضا ببناء العلاقات تقوم على التعاون الاقتصادي. طبعا هنا برزت مساعي لحل مشكلة قبرص، وبرزت نوع من الاتفاقيات والتقارب مع سوريا بفترة نهاية التسعينات وبداية الألفينات، ونوع من تطبيع العلاقات مع أرمينيا، وأمثلة كثيرة. وأيضا على المستوى الاقتصادي زاد حجم التبادلات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية، وقعت اتفاقيات عديدة
مع الدول العربية وأيضا مع إيران، أيضا زاد التبادل التجاري. الآن هذا مبدأ تصفير المشكلات كنظرية استراتيجية قدمها أحمد داود أوغلو. أيضا النظرية الأخرى اللي قدمها وهي التي عرفت باسم اسم الكتاب نفسه اللي هي العمق الاستراتيجي. طبعا لماذا تبلورت هذه النظرية؟ لأنه في فترة طويلة كان التركي بفكر على مستوى جيوستراتيجي أنه أنا أنضم للاتحاد الأوروبي وبالتالي أصبح شريك في السوق الاقتصادي المشترك الأوروبي وشريك في صياغة السياسة الأوروبية عبر المشاركة في البرلمان الأوروبي، ولكن هي أسباب عديدة طبعا بالنسبة للاتحاد الأوروبي تلكى وموافق على الموافقة بأسباب عديدة طبعا منها أمنية ومنها ثقافية ومنها اقتصادية وأسباب كثيرة. وهون بعد إدراك صانع القرار التركي والتفكير الاستراتيجي التركي بأنه هذا ليس مشروع لتركيا، ليس مشروع استراتيجي لتركيا أنه الانضمام للاتحاد الأوروبي، وبرز بالتالي التفكير البديل وهو أنه معطيات الجغرافيا تفرض على تركيا أن تتجه نحو المنطقة المحيطة واللي هي المنطقة اللي تسمى بالشرق الأوسط. وهون كون هذه المنطقة بما تشمل حتى شمال إفريقيا كانت جزء من الدولة العثمانية سابقا، وكون الجمهورية التركية هي جمهورية الدولة الوريث للدولة العثمانية، برز مثمى أنه أنت بدك تعيد بناء العلاقات وتعيد تعزيز العلاقات وتتوجه نحو هذه الدول والمناطق اللي كانت جزء من الإمبراطورية العثمانية، برز مسمى العثماني الجديد واللي هو أول مرة برز قبل ظهور كتاب أوغلو العمق الاستراتيجي، ظهر في عام 74 بعد تدخل التركي في شمال قبرص بعد ما وصل إلى الحكم فيها القوميين اليونان آنذاك. فاستخدم اليونانيين مصطلح العثماني الجديد بمعنى أنه الأتراك لا يزالوا يفكروا في الإطار الإمبراطور العثماني ولا يزالوا يفكروا بفرض سيطرة في الحدود الإمبراطورية العثمانية. ويعني بهذا الإطار إذن فكرة أنه تركيا تتزعم كتلة إسلامية في الشرق الأوسط هذه أصبحت فكرة العثمانية الجديدة، تقاطعت مع فكرة العمق الاستراتيجي اللي قدمها أحمد داود أوغلو من اسمها هي نظرية استراتيجية ذات طابع جغرافي، وكانت فكرتها الاتجاه خلينا نحكي نحو المنطقة العربية ومنطقة أيضا إيران. طبعا في هذا الشعار أيضا كان في على مستوى الخطاب وعلى مستوى الإيديولوجي كان في إدراك تركي انه ضرورة تجنب رفع الشعار القومي التركي الصريح اللي هو بعض الاحيان الاتراك برفعوه، لا زالوا لهذه اللحظة برفعوه في مناطق معينة مثل اذربيجان مثلا، مثل وسط اسيا، وحتى تركستان الشرقية داخل الصين برفعوا الخطاب القومي الطوراني التركي بسبب انه في هناك عرق يعني يضم لما يسمى بالعرق التركي الكبير. ولكن وعي هون الوعي العثماني الجديد تبلور في اطار انه لما تتوجه المنطقه العربيه ضروره انه ما توجه الخطاب التركي كما حصل فتره استلام حزب الاتحاد التركي بعد عام 1908 واللي ادى لحاله انفصال عن الامبراطوريه وحاله ثوره على الامبراطوريه كما حصل في فتره الحرب العالميه الاولى. وبالتالي تبنت أيضا رفع شعار ديني أكثر، وهنا ظهرت أيضا توجه نحو التشبيك والتقارب مع جماعات الإسلام السياسي في فترة ما باعتبارها يعني ذات توجهات متقاربة خصوصا مع الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية، وباعتبارها أيضا من ناحية تنظيمية أفضل وسيلة للتواصل والتنسيق ولدعم المشروع التركي العثماني الجديد واللي هو أيضا صاغه أحمد داود أوغلو في إطار استراتيجي. يعني إحنا في بعض الأحيان نتعاطى معه في إطار خطابي وأيديولوجي فقط إنه عودة العثمانيين وما إلى ذلك، ولكن هو أيضا مثل ما صاغه أوغلو هو إطار استراتيجي، وكتاب العمق الاستراتيجي لوحده يستحق مدارسة خاصة. طبعا بلغت هذه الحالة ذروتها أيضا مع اندلاع الأحداث الأوروبية العربي بعد والاحتجاجات في العالم العربي بعد 2010، وبرزت يعني الحالة ذروتها مع التقارب بين تركيا ومصر في فترة ما بعد أو فترة خصوصا وصول رئيس مرسي إلى الحكم. طبعا
أصبحت يعني بعد ذلك ثلاثة تحولات كثيرة، وحتى أصبح موضوع العثمانية الجديدة أصبح الآن يبدو أنه إلى حد ما تراجع مقابل صياغة توجهات جديدة بالنسبة لتركيا تفرضها عليها المعطيات الدولية، وبتتعلق أكثر تتقاطع مع المشروع الروسي تحديدا وفي إطار التوجه الأوراسي بالعموم. وربما يعني لسه المشهد لا زال في مجال التشكل، ربما في مرات قادمة ممكن ندرس أكثر هذه التحولات على المستوى العالمي، ولا تزال هي تفاعلات راهنة إلى هذه اللحظة. هذه بالنسبة كنموذج، يعني النموذج التركي بالإضافة للنموذج الإيراني والمصري، والمصري في فترة الخمسينات والستينات، هذه كنماذج لدول متوسطة كيف حاولت تصوغ أو سعت أو لا زالت مشاريع ذات طابع جيوستراتيجي، وكيف تقاطع الخطاب مع الجيوستراتيجية بهذا الشكل. وأيضا ذكرنا أمثلة على مستوى الصين والولايات المتحدة وروسيا كدول كبرى وتحولاتها. هذه يعني أنا بشوف إلى هذا القدر كافية كنماذج وتطبيقات على جيوستراتيجية تحديدا. وفي البداية طبعا ذكرنا بعض النظريات الشهيرة على مستوى الجغرافيا السياسي في بداية القرن العشرين. بشكل عام يعني هذا كان المراد والمقصود من هذه المحاضرة الثالثة والأخيرة، اللي هي نماذج وتطبيقات على الجغرافيا السياسية وعلى ما استأنفنا عليه بالنسبة للجغرافيا السياسية واللي هي الجيوستراتيجية. طبعا هيك بيكون المدخل العام للجغرافيا السياسية احنا انتهينا منه وانتهى هذا المساق. ان شاء الله بنفكر بالامام، انا هفكر مع ايضا مع يوسف انه كيف ممكن نبني على هذا المساق او كيف نعمل مساق اخر متقاطع معه. انا راح اكون بانتظار التفاعل سواء عبر تعليقات او سواء عبر بوستات، وحتى اذا عندكم افكار واقتراحات لعقد مساقات اخرى او عقد مدارسات لعناوين محدده ايضا كلها احنا يعني حنكون بانتظارها. وخلينا نكمل اذا الحوار والنقاش في المجموعه، وشكرا جزيلا لكل يعني من حضر معنا واستمع. لكم يعني جزيل الشكر، ونلتقي ان شاء الله في المرات القادمه.